قبل ما استعد واطلع لفاصل تاني بعد شويه. طبعا الكابتن رمضان السيد، اليوم الذكرى 29 لوفاه النجم الكبير والرمز الكره في الاسماعيلي كابتن محمد حازم، ما عادش شكوكه من رابطه مشجعي مصر والراجل المشجع الكبير الاسماعيلاوي، هو كان اتكلم معايا النهارده واتكلم، وانا قلت له احنا الزملاء في الاعداد والزملاء في الاخراج مجهزين حاجه مهمه جدا للكابتن محمد حازم. كابتن محمد حازم من نجم النادي الاسماعيلي ومنتخب مصر، لعب 197 مباراه في الدوري المصري، 21 مباراه في كاس مصر، 8 في كاس افريقيا، هداف الدوري مرتين برصيد 11 هدف، اول مره كانت مع نادي السكه الحديث ثم نادي الطيران ثم المنصوره، اول هدف في مباراه الاسماعيلي والترسانه، وبعد كده يعني في 77 سنه 77، وبعد كده نادي السكه الحديد وفي وجود الغزال اسامه خليل، كان اول مره بالنسبه له، كان لسه صغير 17 سنه، هداف الدوري مرتين، انتقل الى الرفيق الاعلى يوم 11/11 عام 86 عقب مباراه الاسماعيلي والمحله، وانتهت بالتعادل السلبي 0-0، وكان ضمن مكاتب منتخبنا الوطني في لوس انجلوس 1984، كان في وجود فيها كابتن مجدي عبد الغني وكابتن طارق ابو زيد وكابتن خطيب وكابتن مصطفى عبده وكابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه، كابتن عماد سليمان، كابتن احمد ناجي، كابتن عادل مامور، كابتن محمود حسن، نجوم كابتن حسن محمود حسن نجم الاسماعيلي. وكانت اخر مباراه كانت اهلي واسماعيلي، تفتكروا لما كان الاهلي بيلعب الاسماعيلي في البطوله دوري رابطه الابطال الافريقيه. وكان في الحادث الله يرحمه كان معاه كابتن محمود جابر ربنا نجاه، وكان معاه عم فاروق حسنين كان بيسافر معاه مع كابتن حازم، كان بيزور ولاده، ده كان بيبقى منظم الابواب في الاسماعيلي. نشوف تقرير الكابتن محمد حازم ونرجع لكم تاني.